وللحديث عن القصف الذي يستهدف الحقول النفطية شمالي العراق، معنا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بك معنا عميد خليل. حياك الله وحياك أخي الكريم. حياكم الله عميد خليل. يعني ما الذي يعنيه استمرار القصف على حقول الغاز والنفط شمالي العراق، ومن الذي يقف وراء هذه الهجمات برأيك، خاصة يعني الصواريخ المستخدمة إن كانت تدل على الفعل؟ أخي الكريم، هنا قاعدة أمنية تقول إذا أردت أن تتعرف على المجرم الحقيقي فابحث عن المستفيد من الجريمة، وهذه الهجمات وما يعقبها هي رسائل إيرانية تحت عنوان صراع الطاقة ترسل على ظهر الصواريخ والمسيرات الميليشياوية في الجغرافيا العراقية. النظام الإيراني لم ولن يسمح بتطوير صناعة الطاقة في العراق، وخاصة في ملف الغاز اللي تستفاد منه إيران الآن عبر تصدير غازها للعراق وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الهجمات أيضا إيران تمنع العراق من منافسة سوقها الخارجي وخاصة مع تركيا. أضف إلى ذلك يدخل أيضا الصراع الحزبي على السلطة وأوراق الضغط على حكومة كردستان بهذا الخصوص. لذلك إيران وأذرعها الميليشياوية الولائية ونوع الصواريخ ومدياتها ومواصفاتها كلها تشير إلى أن هذه الميليشيات وإيران تقف خلف هذه الهجمات الإرهابية. يعني في ظل هذا القصف، ما هي مسؤولية الحكومة؟ ألا يجب أن تتحرك لوضع منظومة حماية للمنشآت النفطية التي تمثل كما تعلم أحد رموز الأمن الاقتصادي المفترض للبلاد؟ ملف الطاقة في الكريم والنفط والغاز من أهم ركائز وأسلحة الدولة الاقتصادية، وعلى جميع الحكومات المحافظة عليه وعدم ضجة الصراعات السياسية أو الحزبية والسلطوية. لكن حكومة بغداد في ظل السيادة الميليشياوية المطلقة على جميع مفاصل الدولة تحولت إلى وسيلة إعلامية وليست قيادة ميدانية، وباتت ساعي بريد تنقل الرسائل بين هذا الطرف وذاك. جميع الحكومات وقعت على حكم العراق بعد عام 2003 وليومنا هذا فاقدة للقرار بعد أن افتقدت للقائد وانتفعت عنها الحنكة والحكمة بعدما اجتثت القانون وسياسة القضاء. لذلك ما يوجد في العراق ليست حكومة بل منظومة واهنة خالية من أدوات القيادة والإدارة والتنفيذ. برأيك ماذا بعد تأكيد هوشيار زيباري أن الميليشيات في بغداد لا تفرق بين محافظتي السليمانية وأربيل؟ يعني إلى أي مدى يشير هذا التصريح إلى أن الميليشيات تريد فرض واقع يناسب مصالحها في أرض الواقع؟ أخي، الميليشيات هي أداة، والأداة تتحرك وفق من يديرها. لذلك نعم، الميليشيات لا تفرق بين السليمانية والأحزاب الموالية لها علما، وحكومة أربيل تعتبرها خصما سياسيا لها. الهجمات المتكررة على حقول وشركات الغرف السليمانية التي يفترض بأن حزبها موالي للميليشيات يوضح ويشير إلى أن هذه الميليشيات ما هي إلا أداة تنفيذية عمياء للسياسة الإيرانية في العراق والمنطقة، وهي بهذا تسعى لفرض سيادتها الأمنية والسياسية على الجغرافيا العراقية بكاملها. وهذه هي عقيدة الزعامات الميليشياوية الولائية التي تنعكس على سلوكها وتصرفاتها في العراق. يعني بشكل أو بآخر، هذا الضغط من قبل الميليشيات الموالية لإيران ألا يترك رسالة بأن العراق ومؤسساته النفطية والرسمية أصبح لربما تحت عين الميليشيات وتهديدها، وما خطورة ذلك أمنياً؟ جميعنا يعرف العراق منذ احتلاله فقد جميع مكنونات ومقومات الدولة، وبوجود تغول سلطة وسطوة الميليشيات انتقل العراق من نظام الدولة إلى مفهوم اللا دولة. اليوم الميليشيات تسيطر على الجغرافيا وتستولي وتتحكم بالسلطة، ولن يبقى من مفهوم الدولة إلا الشعب الذي باتر سباحا بنيران هذه الميليشيات الصفراء. اليوم السلاح الميليشياوي ليس سلاح منفلت كما يصفه البعض، بل هو محصن قانونيا ومحمي حكوميا وحزبيا وسياسيا. لذلك نرى يصول ويجول بحرية ويستهدف ويهاجم في كل وقت وظرف يراه مناسبا. وعلي، فالعراق بجميع جغرافيته بات واهنا أمنيا ومهدد ميليشياويا، وأصبح الإرهاب فيه ثقافة تنتهجها زعامات الميليشيات لتحقيق أهدافها وغايات إيران. نعم، أين هو الدور الدولي وخاصة الأمريكي أمام هذا
القصف، هل يمكن توقع أي تحرك أمريكي لإيقاف الميليشيات التي باتت تهدد شمالي العراق بشكل أوسع مما كانت عليه؟ هل يعني نتوقع مواجهة أو ضربة تنهي هذا التهديد فعلا؟ أخي الفاضل، سياسة أمريكا بالمنطقة عامة والعراق خاصة والحفاظ على مفهوم التراكم الاستراتيجي، بمعنى إيجاد تناقضات سياسية وأمنية من الصعوبة التوافق عليها أو إيجاد حلول لها في المناطق، وهذه الميليشيات هي إحدى مخرجات هذا التراكم الأمريكي. لكن أمريكا اليوم ليست كأمريكا بالأمس، اليوم تواجه ضغوط اقتصادية كبيرة يهدد الشارع الأمريكي، وبايدن اليوم يسعى وحزبه الديمقراطي يسعى لإيجاد اتفاقية مع المملكة العربية السعودية للخلاص من هذا الضغوط الذي قد تهدد حزبه بالهزيمة قريبا. ومن هنا فملف إيران وميليشياتها سيكون على طاولة المفاوضات القادمة في السعودية، وكل شيء متوقع. وأمريكا دوما تستحدث الأدوات وتحرق النفايات وفقا لمصالحها. نعم، إذن كنت ضيفنا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير بالشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لك.